وفي الجانب الآخر الشباب لوكيشن منور الحبيب العم العزيز الغالي حبيب قلبي منور بركي ومنور عمان الله يحفظك الله يحفظك الله الله ما عليك زود ما عليك زود الله يحفظك يا رب الله يحفظك والله الشاهد ان احنا فرحانين بشوفتك الله يسعدك يا ابو محمد الله يسعدك يا ابو محمد شوف شوف اخوك اقولك وش مع بعض رئيس المحاسبه ايش ايش طز في شيلة بريال لا هو يعني ما اعرف صراحه مدح 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 منور خليفة حبيبي الله يسعدك الله يحفظك منورين 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 عمان منور فيكم حبيب قلبي دكتور منورين الله يحفظك يا رب الله يسعدكم يا رب ما شاء الله عليك ما شاء الله هي 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 تفضل يعني يعني ضاع السحر في الساحر يعني في العراق العلم الله اكبر ايوه صحيح على الارجنتين وعلى رقم واحد وعلى فلان وعلى مع الكفار يمشي عند المسلمين ضاع السحر صحيح وطافت عليك ايها الساحر العليم ايها النحس العليم انت نعم لا بالعكس نحن نفتخر فيك نعم انك سويت ضغط علي سويت جو يعني صراحه هات نجومي اكثر عن نجوم الخليج الله بالضبط بالضبط يعني شهادة شهادة ورب يعتز بيها شهادة من طباخ خودة أقول لك بأمانة بأمانة وش رأيك فيني في الواقع والله في الواقع ما أحلى من التصوير قول كيف عديداتك ابتسامتك حركاتك والله العظيم يا متحرش يا متحرش متحرش فزك شنب ريال ما يفتخر فيك لو فهمنها كنت برد عليك مش كيف ما فهمها والله ها اسمعوا منك فلتر نستخدمه احنا شباب هذا كلام مشاهير بس ولا لا 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 كلام من القلب والله والله كلام من القلب يا اخي من ملام طز في شنب ريال ما يفتخر فيه اقول لك وش معناه طز في شنب ريال ما يفتخر فيه ايش طز في شنب ريال ما يفتخر فيك لا احنا يعني ما اعرف صراحه بس مدح 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 خبروه ان زنباري ايش رايك في سنابه والله اي 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 مريض يا سوداني والله حلو 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 عاد بصوتك اسم السناب بصوتك حلو الحقني والله ما في ادب والله ضيف يا اخي ضيف لك هذا ما في ادب انا اخليك يا اخي فديت سحف وجهي يا اخي الله يخليك طز في شنب ريال ما يفتخر فيك والله العظيم والله بدخل جوجل دقائق دقائق انا لازم بعد بعد مره بقولها طز في شنب ريال ما يفتخر فيك والله الحقيقه ذا اللي ما يفتخر فيني والله صح والله يا اخي شفت اصدقائي عمار خله هو يترجم خله هو يترجم شو معناها انا اترجم ها اترجم انت قمت هذا اصل الجذور الافريقيه كلنا كلنا تيم عمار انا قايل لك هذه الاماكن المفروض ما نجي ترى نحن مجبورين نخمة العيش صعبه الله يعظم اضربهم والله سهل ابو محمد نورتنا وبغيت رايك بسرعه عن هذا الكائن الحي الحمد لله رب العالمين ريال طيب صح اندوق صح لونه اسمر لكن قلبه ابيض صدق بالله إن انت الحين كذا وقسم بالله مسوي لك اقوى فلتر عندي واضاءه بعد ولونك كذا ابو محمد عاكس ليته في الشاشه انا بعطيه نعم سبحان الله انا اقلكم يرحبني والله كل شوي يحضني يعني ليش من النحاس اللي فيه يعني الحمد لله انا سعيد اليوم اني التقي باحد نحساء الخليج يا الله مجنبة يا اخي لو عندي لسانه والله العظيم اعلاناتي بألف مخ مجنبة وين سويت دروسك؟ عندهم في الامارات والله لا عاد انت مسوي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.